وهتستمر الكوميديا بتاعت جوجل يوتيوب، مش عارف ابدا ازاي. السلام عليكم، معكم مصطفى من قناه مستر بومتك. طيب خلينا نخش في الموضوع على طول. ايه اللي حصل؟ انا بقيت متعود الحمد لله، يعني خلاص بقى نحست من الحوار، نحست يعني خلاص بقى عادي. بقيت اصحى من النوم يجي لي مسج بمصيبة، كل تقريبا بقالي شهر على الحال ده، كل يوم او كل يومين مسج بمصيبة سودة، حاجة مشكلة جديدة. تمام، لو فاكرين ان الموضوع بدأ بان جوجل ادسنس بتاع التشانل اللي انتوا بتشوفوني حاليا من عليها دي اتقفل، فلا، الموضوع بدأ من قبل كده لما كان الادسنس بتاع التشانل دي كان مربوط بالموقع بتاعي اللي هو مستر بوم دوت تك. لو تفتكروا الموقع ده كان ترتيبه كويس جدا، كان تمام، كانت ايام ما كان الموضوع ماشي وكانت الدنيا حلوه بغض النظر يعني الحمد لله. فاللي حصل وقتها ان الاعلانات وقفت على الموقع بسبب كذا حاجه، فقلت تمام مفيش مشكله. غيرت الدومين بعد محاولات كتير في اصلاح طبعا المشكله دي، فغيرت الدومين مع ادسنس وجبت التيك توك اللي موجود حاليا واللي هيتغير برده قريب وده هنتكلم فيه. فالمهم يعني جبت الدومين اللي هو تيك توك وابتديت اشتغل على ادسنس جديد. من وقتها وانا قفلت او يعني فصلت المستر بوم دوت تك، مسحته نهائيا من الادسنس بتاع التشانل اللي انتوا تشوفونه حاليا من عليها اللي هي مستر بوم تك. بقى الادسنس ده للتشانل بس، وفي ادسنس تاني للموقع الجديد اللي هو تيك توك. بعدها بيومين بالظبط ادسنس التشانل اتقفل، يا فرحتي الحمد لله. تمام، الموضوع انتهى وخلاص عدناه، وانتوا فهمتوا من الفيديو اللي انا عملته ان ازاي ادسنس اتقفل. فالوقتي انا بقى عندي ادسنس تاني. الطبيعي لما ادسنس بيتقفل بيكون في اعلانات، يعني الطبيعي 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 يا جماعه، يعني طبيعي. طب يعني في نقرات غير شرعيه هتضغط على اخر في اعلانات، يعني القناه بتاعتي اللي انتوا تشوفون حاليا عليها، مش عارف بقول الكلمه دي كتير ليه. المهم يعني القناه دي كان في اعلانات موجوده وقت ما ادسنس اتقفل، فبالتالي حد ضغط لي كتير او حصل اي حاجه بقى، ما اعرفش في حد بيعمل كده، هو اكيد تقريبا في حد بيعمل كده، او ان جوجل نفسها مستقصداني. اكيد لا، يعني مش جوجل مش تقصدني، بس بغض النظر يعني هو حوار كوميدي كله اصلا. فحصل اللي حصل وكان في ضغطات كتير والاكونت اتقفل بتاع القناه دي، وبدات اشتغل على القناه التانية اللي هي مستر بوم تك 2، وربطتها بحساب ادسنس اللي انا اشتريته اللي هو كان مربوط بالدومين بتاع تيك توك. صحيت من النوم يوم 16 اللي فات او يوم 15 مش فاكر بالظبط. المهم يعني صحيت من النوم لقيت مسج دلوقتي الاكونت ده مربوط بتيك توك ومربوط بقناه مستر بوم تك 2. تمام، فصحيت لقيت مسج تم ايقاف الاعلانات بسبب ان انت عندك مشكله في الموضوع الكذا وبتاع. حاولت معاهم، حاولت اصلح المشكله، مسحت الموضوع، حاولت اصلح المشكله، بعت لهم، بعت لي تاني يوم ان برضو نفس المشكله لسه موجوده على موضوع تاني كذا. فقلت تمام هنحاول نصلح المشكله. كلمت ناس صحابي قالوا لي استنى اليوم 22 وابعت لهم مره تانيه واكتب كذا موضوع وامسح كذا كذا كذا. عملت اللي هم قالوا عليه، فتمام يعني الاكونت تمام مفيش اي مشكله. ولكن فكرته ان هو وقف اعلانات على موقع تيك توك يوم 16، من يوم 16 الاعلانات وقفت على موقع تيك توك، وقناتي اللي هي مستر بوم تك 2 مش مفعله الدخل، فبالتالي مفيش اعلانات هنا، مفيش اعلانات هنا. اصحى امبارح الاقي الصبح برضو سبحان الله، يعني الاقي الصبح برضو جالي مسج. يعني اول ما صحيت المسج جت، اللي هو انت فاهم الصدمه، لو انت ماسك الموبايل مسج جت وانت ماسكه لسه صاحي من النوم بتقول لي ان ادسنس اتقفل. اتقفل والله، والله اتقفل الادسنس الجديد اللي انا لسه شاريه، اتقفل بسبب نقرات غير شرعيه. الكوميديا ان فين الاعلانات اصلا اللي كان فيها نقرات غير شرعيه؟ يعني انا دلوقتي يعني فين الاعلانات؟ يعني المفروض اعلانات بتبقى موجوده عشان يبقى في نقرات غير شرعيه، يعني مفيش اعلانات على الموقع، مفيش اعلانات على القناه لانها اصلا غير مفعله الدخل، فلا الاكونت اتقفل بسبب نقرات غير شرعيه. طب ايه يا جدعان؟ طب يعني انا مش زعلان والله، يعني قشطه بقيت متعود، بس الفكره الناس دلوقتي، الناس الجديده، الناس اللي بادئه، الناس القديمه، الناس القديمه لو حصل معاهم حركه زي دي صعبه، صعبه بجد ان انت تبقى عايش حياتك كده ومعتمد على يوتيوب فجاه ادسنس يدمر لك حياتك في ثانيه. برضه حصل مع خالد ميجا اكونت ادسنس بتاعه اتقفل، حصل مع كذا حد من صحابي، مع احمد شعبان، حصل مع كذا واحد انا اعرفه. يعني الفكره بجد هل في شخص جواه حقد للدرجه دي
شخص جواه حقد للمجال بتاعنا للدرجه دي، بيكره الناس اللي في المجال للدرجه دي، حتى لو انت ما عملتلوش اي حاجه، لو انت مالكش اي علاقه بيه. انا طول عمري مسالم في المجال ده، مسالم اصلا في حياتي الطبيعيه، يعني ماليش علاقه بحد، منطوي جدا، بقعد منطوي انطوائي جدا، بقعد في البيت طول الوقت، يعني فتره بقالي شهرين تقريبا بس بنزل فيهم من الشارع، بقعد شويه مع اصحابي بتاعه وبرجع اقعد في البيت، فدي حياتي، ما بنزلش الجامعه، ما بعملش اي حاجه، فانا ماليش علاقه بحد، يعني اصحابي معدودين 6 7. فان تلاقي شخص يعمل حاجه زي كده، اصلا مش جوجل اللي هيستقصدني، مش جوجل اللي هيستقصدني. الفكره ان انا لحد دلوقتي مش فاهم ليه يعني الاكونت التاني اتقفل، فيعني مش عارف هو اتقفل ومفيش اعلانات اصلا لا في الموقع ولا في الشانل، فمش فاهم هو ليه اتقفل. ممكن يكون حد فعلا عمل لي نقرات غير شرعيه، لا ما حدش عمل، انا كنت بشيك على الموقع كل يوم، ف مش فاهم، مش فاهم بجد هو ليه اتقفل. وحقيقي انا اسف لو ما كانش فعلا، لو كان جوجل هو اللي بيعمل كده وما كانش شخص معين هو اللي بيعمل فينا كده، فلا انا بس بحاول افكر معاكم بصوت عالي، فهل فعلا في شخص؟ انا مش عارف، ولكن بجد لو فعلا لو في شخص والله العظيم هتتعرف، والله العظيم هتتجاب، يعني بجد مش هتفلت، حتى لو فلت مننا احنا مش تفلت من ربنا، يعني الموضوع يعني خلصان، مش هتفلت، عامة هتتجاب، وعامة هتتعرف، وعامة ربنا اللي هيكشفك مش احنا. ده لو كان في شخص بيعمل كده، اما لو كانت جوجل او ادسنس بيمسي بس على المصريين كده وعمال بيهزر، ف شكرا ادسنس، شكرا جوجل، شكرا يوتيوب، يعني بس كده مش هطول اكتر من كده. ف انتوا كده فهمتوا الموضوع اللي حصل، وعلى فكره انا مكمل برضو في الشانل دي ومكمل ومفيش اي مشكله، بس كده فكره بس ان الشانل التانيه توقف فيها تحقيق دخل قبل ما يتعمل، يعني شانل مستر بومتك 2 قبل ما يتفعل فيها تحقيق دخل اتقفل فيها تحقيق دخل. مش عارف، انا مش عارف، يعني ماشي يا يوتيوب شكرا، ماشي تمام. فكده يا جدعان الموضوع انتهى، انا كده مش هعمل شانل ثانيه، مش هعملها دلوقتي على الاقل، مش هربط اي حاجه بحساب جوجل ادسنس دلوقتي على الاقل، برضو مش هشتغل على ادسنس حاليا خالص، فلحد ما الموجه دي تعدي او المشكله دي تخلص، ممكن افضل لحد كده لحد ما اوصل 100,000 وابدا اتكلم على يوتيوب بشكل مباشر. بالمناسبه يوتيوب وقف لي ان انا اقدر اتواصل معاه، يعني دلوقتي ما اقدرش حتى اتواصل مع يوتيوب، انا اتكلم مع يوتيوب ابعت له مسج مفيش، يعني اي قناه عندها 10,000 مشترك او اكتر بيقدروا يتكلموا مع يوتيوب بشكل مباشر، انا لا، اللي عندي 60,000 مشترك تقريبا، ف مش عارف يوتيوب هو لو عمل كده ولا وقفها لي. مش عارف برضو، يا ريت لو حد من يوتيوب بيشوف الفيديو ده، وما اظنش ده هيحصل، بس يا ريت حد يفهمني هل درع ال 100,000 هيفرق يجي لي او ما يجي، او يعني يجي او ما يجيش بسبب توقيف تحقيق الدخل، مش عارف، بس يا ريت لو الحوار ده حد فاهم فيه، يا ريت حد يقول لي وبس. يعني مكمل والله، مش هقف على حاجه زي كده، مش هتفرق موضوع فلوس يوتيوب او مش فلوس يوتيوب، مش هتفرق كتير، ولكن زي ما قلت لكم خافوا انتوا على نفسكم، خافوا انه اعرفوا ان موضوع ادسنس الايام دي مش حلو، ادسنس الايام دي في المجال بتاعنا او في مجال غيرنا انا مش عارف، بس لحد دلوقتي اللي وصل الاخبار كلها ان في المجال بتاعنا احنا بس هو اللي فيه المشاكل، فمش عارف، فمعلش يعني استحملوا الناس دي شويه، استحملوا الحقد الموجود في الناس دي شويه، مش عارف الناس دي شافت ايه في حياتها، ولكن بجد ما ينفعش هما بيعملوا ده، ف ربنا يسامحهم وبس كده. شكرا جدا ليكم على مشاهده الفيديو الاخر، وانا مكمل، والفيديو الجاي ان شاء الله هيكون الفيديو اللي انا قلت لكم عليه قبل كده، ولكن الفيديو الجاي هيبقى عن حاجه تانية احسن، وبعد كده هعمل لكم الفيديو اللي انا قلت لكم عليه، فاستنوا شويه بس كده. سلام.